آه، الأهلي بكرة هيلعب مع الوداد. طيب، كل الناس طبعا كل الأهلاوية منتظرين إنه لازم الأهلي على أقل تقدير يتعادل. أنا من الناس اللي تشوف لازم الأهلي بإذن الله يكسب، بإذن الله ومن قلبي عايز الأهلي يكسب. يجي واحد رأي كابتن لطيف، واحد يقول لي إنه طب أنت زملكاوي عاوز الأهلي يكسب ليه؟ ده كده هيضيف لرصيد بطولاته. أروح رادد وقايل له إيه؟ قايل له ما فيش عندي حاجة اسمها كده بصراحة، أنا أفهم إن النادي مصري بيلعب مع نادي مش مصري، هشجع المصري بس زي ما يطلع، ده اللي أنا أفهمه. الرياضة ما فيهاش الكلام ده خالص، ما فيهاش مشجع يروح يكايد جماهير ومشجعين وفرقة نادي آخر، مفيش حاجة كده في الرياضة خالص بالمناسبة يعني، بالعكس ده احنا لازم نقف جنب الأهلي ونشجعه ونسنده ونتمنى له إن هو يبقى يعني يشرف الكرة المصرية وهو بيلعب في المغرب. معانا على التليفون الناقد الرياضي الكبير الشهير الصديق الرائع أحمد درويش. أستاذ يوسف حبيبي، كل التحية ليك، كل التحية لمشاهدينك ومستمعينك، وبستمتع بيك حبيبي ابو حميد، ربنا يخليك يا رب. انت هنا ولا هناك؟ وعايز اقول اخذ من كلامك واقول ان الاهلي في مهمه لانقاذ وجه الكره المصريه في اخر سنتين، عشان نبقوا منصفين ان احنا رصدنا الحالي او الاخير صفر بطولات على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات. يعني احنا خرجنا من نهائي كاس امم افريقيه قدام السنغال بضربات ركلات الترجيح، كمان فشلنا نصعد كاس عالم في قطر امام السنغال. على مستوى الانديه احنا بعاد، اخر بطوله كان حققها الاهلي من سنتين. اوكي، فاحنا في اشد الحاجه ان مصر تبقى او ممثل مصري يقدر يجيب بطوله يسعد شريحه، مش هنقول كل الشعب المصري، على اعتبار ان في انديه اخرى وفي جماهير اخرى اي حد بيساوي يتجرب من مشاعر عدم التمني الاهلي بيفوز بالبطوله كمصريين وكناس بتحب الكره حلوه وكناس عايزه تحافظ على ان رصيد الممثلين المصريين او المنتخبات المصريه والانديه المصريه تكون على منصه التتويج. فده صح. وجهه نظري يعني كصحفي متابع لست كمشجع او انا كصحفي وقبل كل شيء كمصري يتمنى التوفيق للنادي الاهلي ممثل الكره المصريه. عندك حق 100%. طيب قول لي بقى على بكره انت شايف ايه؟ شوف ما اخبيش عليك الموضوع صعب جدا. انا لست من المتشائمين ولست من هواة ان انا اصعب الامور، لكن انا في مداخله سابقه بعد الحكم مصفر في مصر انا معتز الشلماني قلت لك انا عشت اجواء المغرب السنه اللي فاتت أيوه. محمد الخامس، فبتكلم بعين راجل عاش وشفت احداث، شفت تاثير. انا مش خايف على فكره من الفريق المغربي كمستوى كروي، الوداد هذا الموسم فريق فقير فنيا، وقلت لك قبل كده على مستوى رصيد الاهداف في الست ماتشات بتاع دوري المجموعات هو فريق سجل 8 واستقبل هدفين ويستقبل 4 اهداف، يعني قوي دفاعيا هجوميا فقير. كان عندنا حظ وكان عندنا بخت شويه ان هو كان في أسوأ حالاته امام الاهلي في القاهره والاهلي كان ممكن يكسب 2-0 او 3-0، وسوء الحظ وسوء التركيز وسوء كل حاجه افقد الاهلي بعض التوازن وجه فيها استقبل هدف. عشان كده بقول لك كناحيه هجوميه كنت هكون مرعوب من فريق صن داونز اللي خرج من الدور قبل النهائي. لكن على مستوى الوداد كفريق جماعي هو ما يخضش. لكن على مستوى الجمهور المغربي الجميل المتحمس اللي بيعمل اجواء ناريه في مدرجات مركب محمد الخامس، لازم تقول هنا ان الجمهور المغربي هيكون رقم واحد وواحد وشرطه، مش واحد وبس. لازم تقول ان حكم بلاد كاتسيما حكم بيمتثل ويتأثر عن تجارب سابقة بيتأثر بالأحداث المحيطة، فده اللي أنا حاطط إيدي على قلب منه. شأني شأن كل المتابعين واللي عارفين لعبة النهائيات بتبقى لعبة مختلفة يا أستاذ يوسف. ما بنبررش للأهلي فشل مسبق لا قدر الله، وما بنقولش للإخوة الأشقاء في المغاربة إن إحنا بنعلق أخطاء أو بنعلق على شماعات، لكن إحنا بنتوخى الحظر من مناسبات صفقة
ومواجهات سابقه واحداث سابقه، وبالتالي لازم نضع امام نصب عيوننا كده ان احنا بنقول على فريق الاهلي انه يركز في الملعب بس، لعيبه تسد ودانها من الجمهور صح. وما تشغلش بالها بالحكم نهائيا، لان انت عارف في كده خفه بتبقى في اول ماتش، انذار سريع، اقرار عكسي، حاجات كده ما فيهاش بار، بس بتقدر تقول لك اتجاه الحكم بيبقى عامل ازاي، نيه الحكم بتبقى عامله ازاي. اتمنى ان يخيب الله ظنوني. انت قلقان من الحكم؟ قلقان من الحكم بملاك رصيد او تاريخ مشهور من التحكيم، عايز اقول ايه، عنده بعض المجامله شويه، مش عايز اقول بعض عدم النزاهه التحكيميه ولا اخش في نوايا، انما هو بالتاريخ وبالوقائع هو حكم يتاثر بالعوامل المحيطه زي ما قلنا، الجمهور، اللعيبه، الاعتراضات، الحاجات اللطيفه اللي بتحصل. وبكره ماتش صعب جدا. هو بيتاثر بس لما يكون الماتش مع فرقه مصري ولا بيتاثر بشكل عام؟ شوف احنا شفناه مثلا في نهائي 2017 بين الاهلي والوداد في ملعب برج العرب، كنت انا حاضر في الملعب في الماتش ده، والاهلي حرمه من ضرب الجزاء صحيحه مليار في الميه، والاهلي خسر وتعادل في برج العرب وخسر في الوداد في 2017، فهو حكم وعنده وقائع كتير بقى، مش شرط مع الاهلي بس، يعني مع منتخب مصر ومع الزمالك. وعايز اقول لك على حاجه، يعني هو الحكم ده كان هو حكم الفار في ماتش 2022 في المغرب اللي انا كنت لسه بحكيك عنه. ما كانش فيه مقررات مؤثره، لكن هو بيتحط في ماتشات ما تعرفش بقى ده توفيق منه، ده بمساعده، ده عنده واسطه في الكاس، ما تفهمش يعني هو ظروفه ايه معانا. عنده واسطه في الكاف، دي عجبتني بصراحه. عايز احكي على حاجه بس بمناسبه الحكم، عشان عارف ان ايه في اشقاء مغاربه كتير بيتفرجوا على حضرتك وعلى الفيديوهات اللي بتنزل بعد البرنامج. حبايبنا طبعا شعب جميل، وانا بحب على المستوى الشخصي الشعب طيب جدا ومحترم جدا وبحبنا جدا. حلو. الشعب المغربي في 2019 كان نهضه البركان المغربي اللي كان رئيسه وقتها فوزي رجع. فوزي رجع ده مين يا استاذ يوسف؟ رئيس الاتحاد المغربي، نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، اقوى رجل في الاتحاد الافريقي لكره القدم هو فوزي رجع. الماتش ده فوزي رجع بعد المباراه اعتدى على الحكم اللي هو كان مين؟ كان بملاك تسيب. ومن بعدها بملاك يعني بقى شريك في كل النهائيات. ايوه انا بقول لك وقائع، يعني كان نهضه البركان رئيسه وقتها رجع. فيعني هو راجل سلس مرن، احنا لا نشكك في نزاهته، لكن بنصف حاله الحكم اللي هو مثلا اما تيجي تتكلم على حكم زي مثلا فيكتور جوميز في جنوب افريقيا تقول لك لا ده حكم ما فيش رخوه. عارف لما كنت بتتكلم على كولينا كده تقول لك اوعى ده تظبط عليه الساعه، كولينا الايطالي ببصته الشهيره بقرعته الشهيره لو تفتكر. ففي حكام كده بتبقى عارف ان الكفه لا تميل ولا تتاثر مهما كانت العوامل، من جمهور، من مغريات، من نفوذ، من اي حاجه. لكن الحكم بتاع بكره حبوب شويه، عاطفي يعني. طيب احنا نتمنى بس انه يتخلى عن عواطفه وما يبقاش حبوب ولا حاجه ويشتغل زي ما الكتاب قال، ده كل اللي احنا منتظرينه. واهلينا في المغرب يا جماعه احنا ضيوفكم بكره، فواحده واحده علينا في التشجيع، الله يخليكم، شجعوا الوداد زي ما انتم عايزين، بس يعني ما تجوش علينا بس وانتم بتشجعوا. اشكرك جدا 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 ناقدنا الرياضي الشهير والكبير الزميل العزيز احمد درويش، الف الف شكر ليكم، يا رب الاهلي بكره يكسب، قولوا ان شاء الله. طيب.